يستجب الدعاء ان شاء الله، ودعاء المسلمين والمسلمات يسقينا ان شاء الله سقيات الرحمه قريبا ماشي بعيدا. هذه سنه حميده من سنن رسول الله عليه الصلاه والسلام، صلاه الاستسقاء. نبين ضعفنا لاننا ضعفاء، نطلب الله عز وجل ان يسقينا الغيث وان يرحمنا وان نحن مذنبين، نستغفر الله ونتوب اليه. صلاه الاستساقه هي سنه من سنه النبي عليه الصلاه والسلام، وان شاء الله ان شاء الله سنكون ان شاء الله من المستغفرين، كما قال الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. اذا الاستغفار، الانسان لابد ان يكثر الاستغفار. لا ينبغي للناس ان يستهينوا بهذه العباده ويقبلوا عليها في المساجد، وقد يقول البعض انها تكررت كثيرا، ولكن والماء لا يزال والمطر لا يزال شحيح وقليل. فنقول ان السنه في الدعاء الالحاح والاكثار، فهذا يعتبر من باب الالحاح على الله سبحانه وتعالى. كما الانسان تنزل عليه مشكله ولا مصيبه تراه يدعو في الليل والنهار ربه عز وجل، بل يروح للناس يقول لهم دعيوا لي وكذا، ونحن هذا نعتبر هذا الجفاف وقله المطر هو نوع هو شيء هو مصيبه يعني وابتلاء من الله عز وجل، فوجب علينا ان نكرر هذه الصلاه.